لزوني عليها قلت لهم ما نبغي يا ولي لا واحدة لا سبعة سبايا اخترت جنب غندي لزوني عليها قلت لهم ما نبغي يا ولي لا واحدة لا سبعة سبايا اخترت جنب غندي لزوني قلت لهم لا لا زينة وبمالة قلت لهم لا لا زينة وبمالة ثم بديها عرفت هكا جرقوها ديما تعملها فيا أول نهار خدمة ديما توصلني تاخذ دار العباد هكا تعملها على روحك هكا شو 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 الحال حتى كان جاي عندي كوش تو شوي واحدة واحدة يا ربي فوالا قلت له راهو فيتاس اوتوماتيك راني ذوم ما نحبهم هكا مانويال ما حبش Lui avait laissé plus d'un demi-siècle d'existence. Ah, y'a autre roof, trop de roof. عزيزة 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 سلام انتي في بالي سالك سالي في خاتمي خاتم عرسنا شكون 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 باش يسلك خاتم يطبع في رونديلة قديمة كيما هكا بخلاف حميدة عشيرك فيك حد تلعب ماشي لك الفقصة اللي تفكر في فلوسي اللي تسلك فلوسك فلوسي فلوسك فلوسك هي فلوسك أما وقتش ربي يسهل عليا وتولي فلوسي إيه إيش بدله هو مليح يا عزيزة أنا أني قلت يا حميد يا حميد خل نظفوا البيسين خل فرغوها وتتنظف وتولي نظيفها بالقداء لا ما تنظفهاش ما تنظفهاش حط لي الكلور حط الكلور الكلور حط الكلور هذه بتاع كلور هذه سامحوني بتيت عليك مع الفتيديش وي زاد ورقتين هذا ما بسلت بيكم انا حالة يعيشك حالة دار ثقافة تشخر زيادة قوم يا مدوبلة يا ربي يا ربي كنت مقمرة الباش قلت هاشي بربي نهار طوله وانت تقرأ اش عملت بيهم الكتب ما صدقش ولد عمتي انت تقول هكا الكتب هما العلم هما المعرفة كانك على العلم عندي جوجل وكانك على المعرفة عندي الويكي والنشوة وانت تقرأ في كتاب فوق أريكا شكوني هذي عايشك انت ما فيكش ندوي نرجع نقعد خير شوش عملت هيا قوم قوم تحرك قوم خلينا ناخذ البتيداج مع بعضنا ناس الكل تنساش اليوم نهار المصروف انت مجموعة قصصية نحب نشريها قصصية شنو هي هذه مجموعة قصصية تمشي تقصد وفرها كبارها الدار صحيب كان في بالي راه واحد كذا قرطاس قلوب واحد كريب يا زوزة هاي جرب ما تخدمش على التو
بس النجوم محمد اللي قاعد تخدم معايا في حتة. بسم الله. هاي هاي شنو حكي لك فاضل؟ تخدم؟ كان ما تعرف ايش، كان تعرفها ما تخدمش. شنو هي الفارق بين الموتور والكهرباء؟ غلط. الكهرباء فيها موتور والموتور ما فيهوش كهرباء. هاي يخدم عاد. هاي عاد جرقوع عاد، هاي تعملهاش بي عاد، هاي. هاي خلينا نخدم على الأرواح. والله والله ملي حلونا هالقصة هذية عفنا رواحنا. والله الموتورات بشاجية وليت وكاميونات وكراها فيها قصة ظريفة اللي يسمحهم ومقوى حس موتور وهالهم هذا. جيت باش نطلع على تاتا. مرحبا يا ندم. عاد انت بنت الدار ما جيش منه للدق. عايشك عمي. وبحلاها كي العسل بفمك. وكي قال لك خالي تعجبكش؟ تعجبني اما فما حاجه اخرى احسن. بابا ولا حاج؟ لا تعرف كيفاش انت، لا تناديني لا حاج لا بابا. من هكا دز الباب وادخل. نخاف. ليش تخاف؟ كيفين ندز الباب وندخل؟ اي تبدا انت واقف ورا الباب، ماك تشيح عظامك تدقدق وكرامك تتكسر. وبرا دقدقت، ماك انت توا تلمني وتحطني في قيعتي وتجيبك السيروم وتعمل لك الزريق وانا نعيط. هاي حيت ودقيتني. بيناتنا نقويك، لا تكل لا تمل، عمري عمري ما ريت حد مكبش كيفك. شكون؟ انا عزيزه. ندو ندو بجيت باش تشربك عريبشك. مرحبا بنتي، فضلك يفضلك. وانا وقت باش تشربني عريبشي؟ كنهار هذاك ما تحلمش بيه. بيناتنا حميديتو انت مازالك لون واحد متاع عريبش نجم تشربها. توا راقده وبمكياجك؟ واه واه واه، وين كنت هامله انت البارح؟ ولا توا دخلت؟ كيمو ما عادش يقولوا وين هاملة، يقولوا وين خرجت. وهذويا واش حوايج صهريه نتاعي؟ هذا البيجاما. بارك الله عليك، ديما سبقى عصرك. اما في الشوالق لله. ايا نهار راح، قوم خلينا نفطر الناس كل مع بعضنا. لا مانيش فتره معاكم، انا عندي بغنش مع اصحابي. بغنش؟ باش تضيع النهار نتاع المصروف وتمشي للبغنش؟ حقا لو 27 اليوم ليلي لي شوبينغ داي نتاعي. باش نقوم يا اخي. وينك البروس؟ هكا وخليتها لداخل. عجل قوم تهنى راحتك يتنحى السيروم ما يصير لها شيء. شو بيقول لها ندو؟ معناها نتمنى لها الموت. نعرفش هكا نحسك تستنى فيها وقتش تودع. الف اعوذ بالله، اخي انا دوني لهالدرجه هذه باش عشيرتي عزيزه الغاليه نتمنى لها تموت. بصراحه
انا عمري ما ريتك تدعي لها باش ترتاح. بربي وي باش تشوفني كي نبدا ندعي. انا نقوم الفجر نلبس سيرفيت مون نبدا نعمل في سبور مع الاذان نقوم ونبدا نهز يدي للسماء. يا ربي يا ربي خفف عليها، يا ربي خفف عليها ولا تطول بها شده، يا ربي يسترها وكل بنيات باش يضيعوا. وانا يا ندو شكون بيا انا شكون بيا؟ معك جرقوه الأستاذ يتيح في البيسين، الأستاذ يتيح في البيسين. معك مش نمشي مضام عزيز شو نعمل انت مرة عاد كوانسيت تاو ما عايش عارفي تمشي، ما عايش عارفي تمشي تاو، ما عايش عارفي تمشي ما عايش عارفي تمشي تاو. صاحي تسرحتي باريس حمام عزيز مجيش مطورك والله لعلي مجيب أقرأ يا رب. يا ربي مدي ربي ما يجي حد يا ربي. هاي شريت فهمت انا شبيهم صبحوا راقدين الكل بيتين في عرس ناورس يا ناورس يلا يا ناورس كوزان صار انتي مالا شكون تخايب امي قوم للفطور قوم مش كنت ترنيو شوية قبل حيرة عملت فوتينك متاعي من الصباح بكي على همك يا مخي بك ما زيتنيش معك بيها نزيدو جارية صغيرة نجري مع واحدة حديد بوستة كيفك على شرط نجري في التاكسي مايدة تكتب في الشعر؟ اي صفحه القريحه هكا شويه منشرحه اليوم هاي يا سيدي هذايا فطور الصباح وفوق نواره حمراء وتقول بلبل ما تحبنيش البنت البكر تحبني وتموت عليا شو نقول لك يا بنتي البارح ضربني جوع 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 قلت ايا نهبط الكوشينه يا حميده وتاكل الصيب قلت بعد توا نحير البنيات شنعمل نلقى ربع لتر تاع سيره بتاع امك محطوطه في التركينه شرطه والله كاين يديك قنعتني اي يقوى عليك ربي يا حميده كليت لها فليساتها وترت لها دبوس السيروم تاعها ما تنساش اللي هي زاد هدره شبابي وطاقاتي والكاريير بتاعي كل تحطمت في سبيلها كاريرك فيش ان شاء الله هوليود ولا ما في باليش هوليود تتمقصع الصباح مش بالكش اللي انا اخترت لها اغنيه الحظ اللي طلعتها لفوق وعملت الخيرات السبع الكل اسمع حميده أمي عزيزة قراتني التوارخ الكل شو ثروتها وفلوسها الكل ورثتهم على رجلها الأولاني وزيد أمي عزيزة غنيت غنية حظ واحدة وفي الأخر طلعت مش متاحة ومسروق رجلها الأولاني ساعة كان إنسان هميل يلعب في التيرسي وكان قاعد معها راه وتركها ثانيا الأغنية هذيك أنا اللي اخترتها لها ولحنتها لها خصيصا ليها هي وهي اللي جابت لنا الخيرات هذه هيا بي وفما شكون ما سمعش أهواك أهواك بتاع شكون هي عبد الحليم اي احنا وقتها ما نفرقوش بين عبد الحليم وعبد الحمولي وزيد احنا بدلنا فيها عملناها بالذكرى مع اسماعيل حطاب الله يرحمه وغنيتها من كافي شانتا اهواك بالذكرى اي غنيناها بالذكرى بيبي اسمعني حميد نمشي نحضر فطور البنات ونرجع نلقاك كملت هالقصيده تقراها لي كامله ماش تغششني على الصباح هذاك ليلي ماش ناش ما عايش من ميتي عندنا نورس والسماح يا ولا حوال مالا بيسين ماجت هكا شكون باش ينظفها من خم بدو الماء قالك لا ما تبدلش النطق شنو هي الحوايج المنشوره هذه عجب ما قولتوش النبيله في الحوايج تاع عبد الحميد هنا ولا هو غيرتلوش يعمل غصه في البير خاطر البيسين مسخه يا حماي يا حماية حماية من اشبه نبيل النشرة هنا
والله كان يراه ما يعمل فينا شر الشعف. خلنا احيهم خير عادة اللي يجي ويلقاه. مازال ما بينينش ضد سيدي. خلنا نمشي نبشرهم بقى اخر خير. مشي يا ربي مشي مشي. شو نعمل يا رب؟ بخير اتنسني سلام بابا بزيدني شوية في مصروف الشهر هذا فشكا عندي بعض المشتريات الأدبية ومساهمات في الأعمال الخيرية اختاك بالأعمال الخيرية الخير اللي عملته أمك وأنا تحسب ما تعدش 26 26 21 31 كل الصناديق وكل صبينا فيهم لا 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 بابا انت وقتها بالعاني باش تتقرض من الشعب شوف ما يسمى شعب بابا انا نعمل في الخير مع جمعيه شفافه ناي مش اسمها الجمعيه جمعيه الدفاع عن النساء البدينات زلزال بابا زلزال وش زلزال اختك هابطه المرة هذه يقوى شوية كاو هاي هفتت هي اوه تريم 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 بي بيو تريم شي لزمك؟ 500 دينار اوكي تري سامب قداش قلت حاجتك؟ 500 دينار تفضل صحوني مكتوب 700 اي نعم اي انا خذيت 500 مو هذوما البروت ولا كانت 700 نحيت منهم ادوات تاع الحاكم لامبو والتاكس والحاجه تاع الدوله تحبني نقلب الدوله؟ باهي صح بونجور جيت افترتوا ما استليتونيش لا والله ما كليناش حاجه زايده المره هذه كواتر المره الجايه ندراش باش يصير يا لالا يا لالا قامت وقعدت وبدات تاكل تحبش حوايج اخرى اي 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 جيب اللي عندكم بعد تنقل بابا عمتي مصروفي كالعادة على ذكر المصروف أيوة. مش تزيدني على القليلة 100,000 في قضية الدار فاش كام 100,000 في بالك الدنيا غليت زيدها كترا التضخم ماشي ويزيد أبو ضرتك سمنتة ليلة تشيشة وبرة ماشي بالعرض وبرة بنتي أيا يا حميدة أطلع بيهم اسمع باش نعطيك 900 دينار وتسعار يعني مليون فاش قام 200 وين بابا بابا أنا 875 دينار 75 علاش 75 حتى أنا تزيدني 75 الخمسة ألف بابش نشرب بيه جاتو بيه؟ ما أنا تسحلي على مليون ومية هاي عليش مليون ومية با شو عليش مليون يا بنات افهموني راني يبوكم عندي عذرة عندي قعرارة عندي نقمة نحب نسدها يا زي ما قلت لحياة معناها أن تغو فينانسيي فهمتش معناها تغوي فيش قابت علينا معناها في الدار هذي ما يفهمك حتى حد كانينا توا بيناتنا خايف من الفيسك ولا ناوي تعود حاجة جديدة للشخطورة متاعك
ليلي نهار اللي بدل شخطورة جملة. هو بيني وبينك تحت بارير يعمل كيف خذيتهولها. يا وحيت قلت كبار يا جيران قلت ماش 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 تضحك فمك بهبي وانت تلهب نفسك. شد فلوسك قوم. هاي قوم 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 ما تحسبش قوم. يا انا الطارق الحليبي معناها انا نتسرق هكا معناها ما غاضني شيء انا ما غاضني شيء. السوميج هدتها لي هيفا وهبي لك شو نعمل شو نقول لها هيفا تكلمني يقول راي ضاعت يقول لها راي تسرقت وكا جرقو هكا في الجنين باهي مطور يعملها بي يشيروني تو ربي. بسم الله بسم الله بس كنت مسكين وروينا شنو هو تو وقت تو نمشي للدار بدل حوايجي ونرجع مدام عزيز تستنى هكا تو هكا استياذ بابوش مواه يا احلى وابن بابوش في الدنيا مواه ويا احلى واحسن قريب عيش في الدنيا. اقعد 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 ما تقلقش نفسك تو ثمك طبيبه ولا الفرملي لا هي بامك تو تحل الباب. بوشتي وي حبك نزيدني شويه في المصروف كتسني شوية في المصروف بابوش. شنو جيتك مصروف؟ يزي بزاك قداش تحب؟ في بالي باش نقول لك 400 دينار. 400 دينار؟ نو 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 أما 500 دينار شيفر روح. هي بابوش وتصح لي في المليون. صح حبيبتي هاي؟ ماذا؟ وي؟ ماش تعرف. لا هاي 400 دينار 500 بابوش 500 فوالا 500 دينار. شفت كيفاش كيفاش الظرافه والتعافه تقولي ميرسي بابوش مع ضحكه عريضه عريضه. تحب انت زاد مصروف نزلوا كعبه بابوش بابوش نمسك ومسكرك وو 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 قلت لك الف مره نو بارلو با لا بوش بلان. تلم عاد الهمه ذي حال الجاجو نتاعها ما رجع يحط باراسول قدام فمه. اي يزي عاد شنو اسبوعي كي بعد ربنا قول فما حد دخل ولا خرج. خلينا نمشي نشوف كيمو اقعد تو نمشي انا خليني نمشي انا كيمو نرجع تصحح لي صحح لك بنتي الكاسة قدامك يحطوا شي سيف تحت رقبتك ما تسلمش فيها. هاني جاي لزوني عليها قلت لهم ما نبغي يا ولي لا وحدة لا سبعة صبايا اخترت جنب غندي لزوني عليها قلت لهم ما نبغي يا ولي لا وحدة لا سبعة صبايا اخترت جنب غندي قلت لهم لا لا بزينة وبمالة قلت لهم لا لا بزينة وبمالة حبينا الناس لباس كبرنا وغينا بمكتوبنا شوطنا في جيوبنا الفلوس متخبى عيوبنا يا دنيا كي كسات بكات زرت كثرت علينا ذنوبنا حطينا في قلوبنا يلا يملك لومنا يا معكم الرخش ديما نصدم هدرتكم وفلوسكم فقارة فريوسكم فرحنا عبيتو كروشكم خليني بحالي عايز سوالي راضي باللي عطاني العالي لا أبالي مالك ومالي ديما حفالي شعبي صوم بيتي